بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدنيا الإمر وين دع الذي أدون كمال والباء كجوكتان كسر دوادة ورباهين تأس إم سي عود كأدقي ستين وأمد كم إذا الشيوخ أبوه وين دقل يمر فلق ومية دمايلان جارهان كسر جد التني اللي يرادو الشيخ محمد هندا أما هندا وفبسد ويقانو أيام أركي سمعني عود كاسي نلو ذاقي وأنا كرب مركز الشيوخ ذي بفضوان فضوان إيسا قومية دان وحانا كقوانين إيدا قالمان براوة إيقروة أيان فيرين دونا براوة حي كتر سنتهي ويا عاصمتنا أطهي قرن كميلان إيقروة نوحي عاصمت أطهي بونتلاند هذا واحد ربنا إنا معنى اللي بدأ سميلوت وحير كهذا لكن ورق غوس غوس كاه deegan kabariire ee gobolka shabeelaha hoose ee mainland miinoyin la dhigay meel waxa ay dileen ugu yaraan 5 qofood 20na way ay dhaawaceen miinoyinkaasi waxa la sheegay in miinoyinka ay dhigeen al shabaab laakiin shabaab wax la ma jiraada meeshaas hawiye iyo digli marifla ku dagaalamaya labada wajiba ماركيس عيال الشبيهة دق ماذا أفقوية قبل كشبع الله هوسي عيدا ماذا حسن شيخ محمود أو ماركيس حسلين تلبحي أيات تغي أو قبصدي ساعدي وقدم به تليوه دو رئيسي بوديبي لكي وربا كسو فكدي وركاسي دا ديلي مرفلاح دايسان ودي فونانين يغي اطالع عندما ماذا ماشى يمدين هو استيت كميلان أي كتالية سيدا نورمال كإتهاي تارجدي ساك شقيسة ماركة يسي معنيه تالية ماركة لو رئيسته وحيري محاد أسعتين ماركة ليري وحكسوا فكتي أف جويان ب إلا أف جويان قبان ربنا إلا أف جويان قبسان ربنا ماركة استراتيجية ويفوق تهاي نوان كان إنا يسون نقول إنين ويوجيهين حسن شيخ محمود يتيم كيسي هذاي مردجان مرك إن أي هذا دول قبصان بيدونيان وإحنا أي أرورصان حسن الشيخ محمود مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية كم جعابا لكن قدوميها هوية أكشن جروب مرايك إنك أيو كدقي لبصة عضوت كهر قياستي أما كدوات هذا سقى بدرنا ولوسو لوي ودو جدين نك هذا إسبهدلو هوية دول كأسدقو إلهي درتيس أنك أهين هذا إلهي كرو مقاداي مركا نينا إن على ذي أي كدك تينو يهي ودو جيدان حسن قر قرتي مرايكا كان سؤالا لغو شكول الدونا كولان كقرامة مدوبي ومدحوينو والبينو كاقود بضايا مركا لقرريبو سؤالا أي أويال سيوين ويكاقه الرأيان دولة دا مرايكا كأي كجران وحبدا باسوغاي رئيس الوساري حمسة عبد البرق أيان شعلة هاي إن الماركيسة كلمة يلبو أن إذا كم قشيو أدي إلى يوكر على نقطة بل واركو أن جيسن أنا هذه توحن وعمر جيسن وترى جيسن أن هل كان تعسي ودرو ضد الصوماليات ما أنت كودنتي أما كنا وعمي إسكودي كداعي مجرد جروة عاصمة دولة بنتلان وأنا سيب درو وحالة انتي كل ما تي إلهي من حريستو انتي كل دعوة عدتنا وهي كاسي والرئيس الوساري حمسة عبد البرق هرطة مركة وقور رئيسة قروا ولو تعسيدي قور مين لو تعسيدي مركة سعيد عبد الله الدني الدولة ديسو اي كبابوت كلادو المرين واريكو يا حسن شيخ محمود كوي اي حاجة قدر صدين oo ina farale uu ku jiro ninkii hooyadiisii dilay oo uu ku jiro xasan shiree abgal oo tuulooyin ku dhumanaay caaw yani hadii dawladda puntland iyo shacabkeeda maanta la qabsan lahaana ya way alaasi lahaayeen damujudid xafladay dhigan lahaayeen hada ma fahmaysa hada way shuuqeen marka a shot on fire shrinks sidii shaati dab la saaray oo isku kadutay oo kale marka wax lagu hadlo ma leh تعسيبان قدرينا دقال هذا هلا جوج يغانا أبابولي
kaaga sii daran waariko wuxuu yiri xajkan aadaya xajkan xajar al aswad maxaa intaano dhibaato lagu geysanaya xajar al aswad hawlba u taal waxaan ula jeedaa wuxuu yiri keligay waan baqayaa e axmed cabdikaari iyo qoorqoor oo aan israacno waxaa la isku shubay sacuudiga ummaddan ilaahay waan caabudaynaa bay ku leeyihiin xajkii bay taagan yihiin dhiigga bani aadamka ay daadinayaan isbaaraday dhiganayaan dadkan ilaahay sidee buu u cadaabi doonaa anay ma ogi rabbiga isagaa iga og waaye bar macnihii garow maxaa deg degaan loogu tacsiyadeeyey baraw maxaa loogu tacsiyadeyn waaye yacni garow iyo baraw labadaba xabadda iyagaa geliyey laakiin garow waxaa looga tacsiyadaynayaa fumatore sensa fuoco ecome butana sensa casa waaye fumatore talyaaniga wuxuu yidhahdaa sigaariye cad sensa fuoco oo birkee la-aan ah ama bilaa taraq ah ecome wuxuu la mid yahay butana sensa casa sharmuuto guri la-aan ah waarikow iyo dowladdiisii waay iyo xasan sheekh maxamuud meel ay haystaan male labada mitir ee xamra yaa aanay ku lugayn karin ay joogaan weji samaysta shacabkan iyagaa dabka gelinaaya dabka markay geliyaan ay fashilmaana shacabka weji ka samaysta ilaahay weji kama samaysanayaan weji male waa sharmuuto oo kale sharmuuta kuma taqaano danteeday taqaanaa soo ma fahmin la mid waay damujadiid sharmuuto guri la-aana waay meel walbay dhidhigataa hadda waa ka amerikay dhiganayaan sacuudigay dhiganayaan yemenay qatar ay dhiganayaan imaaraadkay dhiganayaan etoobiyay dhiganayaan eritriyay dhiganayaan ugaali bay u dhiganayaan uganda tanzaniyay dhiganayaan kenyay u dhiganayaan hadda ma fahmaysaa meel walbay dhidhiganayaan ligan waay way fashilmeen balaayaa ku dhacday kuwaan marka maxaan marka baraw loogu tacsiyadaynin baraw ahaa weli kama cabsanayno raxaweyn maqaan gaarin laakiin maalinta ay xaniyanna tusto oo xaniyada ay soo fuusho ayna soo shabiso markaasi waa u dhiganaynaa waay ligan hadalka waa uu ku dhacay baan u malaynaya ha warwareegin meesha sharci iyo dowladnimo ma taalo meeshan waxaa weeye dhiiggaaga iyo xaniyaha ku nooloo had walba inta xadaaraddaada ay la-eg tahay ayaa lagugu qiimaynaya soomaaliya laandheernimadu waxay ka fahmeen dadaa la dilaa dadaa la dhacaa dadaa la booba macnaha laandheernimada saasay u fahmeen sida ay iyagu u fahmeen haddaan loola dhaqmin waxaa weeye si kale male shaydaanku soo maaqa acuudu billahi ma yaqaan hadda ma fahmaysaa shantaaduu yaqaanaa nimankan hal iska celiyo garow waan rabaa inaan ka faalloodo baraw waan usoo noqon doonaa garowe muddo ayaa la xeerinayay ninka la leeyahay saciid cabdullaahi danin in lagu degdega maahan waxaa la isku hayana garow waa kuu sheegayaa xaqiiqada wax yar si koobanaan kuu taabsiinayaa labaa lagu haystaa garowe labada lagu haystaan kuu sheegi kow marka ugu horreysaa qof iyo cod haddii uu hirgalo ogaadeen iyo hawiye waxuma yaali soomaaliya haddaan kuu soo koobo ogaadeenna waa qaxooti hawiyena dhul male ilan xasan sheekh maxamuud hawiyuu la shiray waa kuu sheegay aniga sheekadan sheekaa ka horreysay idinku haddaa ogtihiin cabduqaasim salaad xasan soo ma taqaanaan markii carta lasoo doortay xamaruu ka soo degay biladogli garoonka ay furugow iyagaa haystay markaas hawiyuu la kulmay aan waxba ka maqnayn waxaa lagu yidhi saaxiibow maxaa noo keentay wuxuu ku yidhi soo nin cabsiya maan been kama sheega aniga wuxuu ku yidhi kursigii ugu sarreeyey soomaali lahayd ayaan idiin keenay hawiyow waan garanay dhaheen markaasaa waxay ku dhaheen wixii hore aan haysanay ma waxbaa noogu daraysaa mise waa naga qaadaysaa wixii waxee waay marka inaad fasirtid waay ma ogta wuxuu ku yidhi wixii aada hore u haysateen idinka qaadi maayo ee waxbaan idinku darayaa waxaasi maxay ahaayeen marka yacnii caydiid baana soo kaxeeyey dhul buuna siiyey gobollada digil iyo mariflu gacanta noo geliyey
من نجا قاضي سا وشبه له وسأوه رئيسا نلشان مسه وحبان نوجد رئيسا أو إلا إباي إكسمايان نوجد رئيسا وحير وحبان إذا كدر عيا وونا كده بيجي هشيس ك آرارات دجال كي كوجوج سجبوتي وحواها جبوتي أر مضح برنان كما قيب قلين يعني بلشان رايد كليا أر دجال ما آرارات كليا الله أقول هذا يعني إن لو جبيه وحين هذا الشيء كدولة إن لقيه بيدبا لول كلا كلا هيستو يقو والله إن لقى فاروقه عيدا مرد حد حادينا إنت هوب إنت عيدا اللي اسكوها اللين كرو أو لو سمية لقى نسايو إن هوب كلو ديب تصوماليس بأمين كرتو قضبضي يردن عبد القاسم وكبحي عاسمات دي بيدبا وكوريجي دولة دي حمر تولى عرتو دجي ماركي سي عيدا مدي صوماليا الدولة با كرنالطي سيدي دي طبنك قول إساقي مادي oo meel walba taagna shabeelada hoose hubkii Yemen uu ka soo qaaday iyo Masar intuu u dhibe beeshiisi siiba ayr ayaa ciidamadii la soo laayay tuuta ayay ku jiraa kuwa qabiil oo tuuta intuu u galiyay intay tagen nag shalambood iyo laayo marka ciidankii qaranka Soomaa saraakiisha wala soo laayay balantii u fuliyay ma aragtaa okay Hassan Sheikh Mahmoud ay yimaaday Djibouti ma aha Kenya marka la tagay ما أقولين عبد القاسم جعده إنه ورجيو. سمت بحين تأيي وحال لاصفنا وحال ييرادو. SRRC عبد الله يوسف يشاتي جدود يأذن مدوبة إيو. يعني بوليد معاني ضد كاسي أهين. حسين عيدي ده حتى كجري أو صاجري. نمان كان سمت بحين تنا وحال أهين موسى صودي يلحو إيو ماركي سمعني عاطئيو. عبد القاسم سلاد حسن. نمان كاسي يعني شريف حسن إيو. محيو كده ده عليه المركب. قف إيو يعني إن فدرال aan la qaadanin waa lagu sanduleeyay iyo maxamed dheer xataa ku jiray federaalkii marka la soo qaatay xasan sheekh maxmuud